السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رمضان مبارك علينا وعليكم اجمعين. اليوم تجربتنا راح تكون ان شاء الله سهله، بعنوان LED Blink. يعني عندنا LED ونريد نخليه يرمش، يعني يشتغل ويطفى بصوره دوريه. راح نحتاج الاردوينو مع بريد بورد ومقاومه والال اي دي. طبعا في البدايه نبدا بربط الال اي دي بتثبيت الال اي دي على البريد بورد. مثل ما تلاحظون يحتوي على طرف كاثود وانود، الانود هو الطرف الاطول. بعدها نربط مقاومة على التوالي مع الـ LED. فائدة المقاومة هي مثل ما نقول راح تحدد التيار اللي يمر بالـ LED، حتى لا كل التيار من المصدر يمر بالـ LED ويحرق لنا الـ LED، ولهذا نربط مقاومة على التوالي. ثانيا نربط طرف الجراوند مع طرف الكاثود للـ LED، وأخيرا نختار أحد بنات الديجيتال من الأردوينو، أي بن نحن نريد، مثل من بنات من 2 إلى 13 مثلا، راح نختار بن رقم 13. نربطه على طرف الأنود، بس ما نربطه مباشرة ولكن عن طريق المقاومة، يعني راح يمر بالمقاومة أولا وبعدها إلى طرف الأنود للـ LED. هسه اكتمل عندنا الربط، نجي على البرمجة. البرمجة سهلة كلش وموجودة بالإكزامبل ببرنامج الـ Arduino IDE، اسم الإكزامبل بلينك. زين، نجي على البرمجة. مثل ما تعرفون البرنامج الـ Arduino يوجد function الـ setup و function الـ loop. function الـ setup راح يتنفذ ما بين أقواس function الـ setup، راح يتنفذ مرة واحدة عند تشغيل الـ Arduino، و function الـ loop ما بين أقواس هذه الـ function راح تتنفذ بصورة مستمرة إلى ما لا نهاية. زين، بالبداية في function setup نحتاج أنه نحدد اتجاه البنات اللي راح نستخدمها. الاتجاه نقصد به أما output أو input. عادة عند ربط LED-ات مثلا راح يكون طرف البن أو راح يكون اتجاه البن هو output، ونحن مثل ما تشوفون استخدمنا بن رقم 13. أوكي، بن رقم 13، ولهذا راح نحدد اتجاه البن انه يكون output. بن رقم 13 راح يكون output. زين، مثل ما تشوفون الامر pin mode مكتوب بهذه الطريقة، وهي البن كلها small والمود اول حرف فقط capital. هذه الاحرف كتابتها بالكابيتال وسمول جدا مهمة في برمجة الاردوينو، لان اي تغيير بالحاله مع الاحرف سواء كابيتال او سمول راح يطلع عندنا ايرور. مثل ما تشوفون كلمه اوتبوت كلها بالكابيتال، ومثل ما تشوفون الامر ديجيتال رايت كله سمول ما عدا حرف الدبليو كابيتال. هذه شغلات جدا مهمه بكتابه كود الاردوينو. نرجع على البرمجه. بالبدايه نحن حددنا اتجاه البن اوتبوت. زين، كفكره البرنامج، فكرة برنامج البلينك انه بالبداية الـ LED يشتغل وبعدها فترة معينة يطفى، وبعدها فترة يشتغل ويطفى، وهكذا يعني بصورة مستمرة. زين، لما نجي على البرمجة، اشو ممكن نترجم الفكرة مالتنا الى برمجة؟ كلش بسيطة، مجرد انه نعطي امر للـ LED انه يشتغل، وبعدها ينتظر فترة، بالبداية يشتغل وبعدها يبقى فترة مشتغل، وبعدها ننطي أمر أنه يطفأ وينتظر فترة وهو مطفأ. أوكي، ولما يخلص عندنا الفانكشن مال اللوب، لما يصل إلى قوس الانتهاء من فانكشن اللوب راح يرجع إلى بداية فانكشن اللوب ويرجع يكرر الأوامر اللي موجودة بهذا الفانكشن. زين، خلي نعمل ستارت للسيميوليشن. مثل ما تشوفون الـ LED يرمش. بصورة عامة، إذا عندنا فكرة ونريد نترجمها إلى أوامر بالأردوينو، لازم نفكر مثل ما يفكر السيميوليتر أو الديبجر. شلون يفكر أو شلون يشتغل السيميوليتر؟ راح يبدأ من أول سطر بالبرنامج وينزل سطر سطر، يكرر أو ينفذ سطر سطر إلى نهاية البرنامج. زين، بالبداية راح يقرأ function الـ setup،
بعدين راح يحدد اتجاه بين رقم 13 انه يكون اخراج. بعدين خلص طبعا عندنا function السيت اب، راح يبدا function loop. مثل ما تعرفون function loop يكرر نفسه الى ما لا نهايه. بدايه function loop راح يعطي امر تشغيل ال LED. خلينا نعتبر هسه ال LED شغال، اوكي. لما نتنفذ هذا الامر ال LED اشتغل. بعدها بلحظات طبعا اجزاء من الثانيه راح يتنفذ عندنا امر الديلي. امر الديلي مثل ما نقول انه عن نعطي فتره للاردوينو انه ما يعمل ما ينفذ اي امر، مجرد فتره استراحه للاردوينو. راح يبقى الاردوينو لمده 100 ملي سكند ما راح يعمل اي شيء خلال هاي الفتره، مجرد ديلي، مجرد انتظار. بعد ما تنقضي فترة الديلي راح يصل إلى هذا الأمر اللي هو Digital Write. Digital Write يعني راح يحدد بن معين وراح يعطيه أما هاي أو لو. إذا أعطاه هاي معناته راح ينطيه 5 فولت، وإذا أعطاه لو معناته راح ينطيه 0 فولت، يعني راح يطفى. يعني إذا تنفذ عندنا هذا الأمر راح يطفى الـ LED مباشرة، وبعدها مباشرة راح يتنفذ أمر الديلي اللي هو كذلك راح يعطي فترة استراحة للأردوينو حتى تبين عندنا الـ LED وهو مطفئ. زين، هسه نجي شغل البرنامج. مثل ما تشوفون الـ LED يرمش بصورة سريعة جدا. شلون نقدر نتحكم بفترة الترميش مال الـ LED أو بفترة التشغيل وفترة الإطفاء مال الـ LED؟ مثل ما تعرفون الـ LED لمن عيرمش هو مجرد عيشتغل لفترة معينة ثم عيطفى لفترة معينة. شلون نقدر نتحكم بهذه الفترات؟ جدا بسيط، مجرد نغير قيمة الديلي. هذا الديلي هو الفترة اللي راح يبقى بيها الـ LED شغال، وهذا الديلي هو الفترة اللي راح يبقى بيها الـ LED مطفأ. أوكي، فإذا نريد مثلا يشتغل الـ LED لمدة ثانية كاملة يعني 1000 ملي سكند، ويطفأ لمدة نصف ثانية 500 ملي سكند، ننفذها ونشوف. اشتغل لمدة ثانية ويطفأ لمدة نصف ثانية. بهالسهولة نقدر نحدد زمن الإطفاء والتشغيل للـ LED. الآن بعد ما كملنا فكرة البلينك لـ LED واحد، راح ننفذها على LEDات عدد 2 وخليهم يشتغلون بصورة خلينا نقول عكسية، يعني واحد يشتغل والآخر يطفى، وبعدها بالعكس الآخر يشتغل والأول يطفى. شو راح نحتاج؟ مجرد راح نضيف LED آخر، خلي يكون لونه أخضر مثلا، ونضيف مقاومة أخرى. أوكي، مجرد نضيف LED مع مقاومة أخرى، وراح ناخذ خط آخر من الأردوينو إلى طرف الأنود عبر المقاومة. أوكي، ما نربطه مباشرة وإنما عبر المقاومة، وبعدها ناخذ طرف من الجراوند إلى طرف الكاثود. هذا الطرف راح يوصل لنا طرف الكاثود لهذا الـ LED وهذا الـ LED إلى الجراوند. أوكي، زين، إيش راح نحتاج نغير بالبرمجة؟ هسه نشوف نترجم الفكرة مالتنا إلى برمجة. بالبداية إحنا نريد نشغل LED رقم 1، والـ LED رقم 2 راح يكون طافي بهذه الفترة، وبعدها فترة معينة راح يطفى LED رقم 1 ويشتغل LED رقم 2. خلينا نبدأ بالفكرة من البداية. LED رقم 1 راح يشتغل بهذه الفترة، يكون LED رقم 2 طافي. إذن يا LED رقم 1 اللي هو مربوط على بن رقم 13 نعطيه أمر إنه يشتغل، ونعطي أمر للـ LED رقم 2 اللي هو مربوط على أي مابن، ما نعرف مربوط على أي مابن. نجي على الأردوينو،
مربوط على بن رقم 12. أوكي، إذن البن رقم 12 راح يكون لو، مثل ما تشوفون أعطينا أمر لل LED الأحمر أنه يشتغل، وال LED الأخضر أنه يطفى في نفس اللحظة. بعدها راح نعطي ديلي، راح نعطي فترة حتى يبين عندنا ال LED الأحمر شغال ويبين عندنا ال LED الأخضر مطفى. أوكي، بعد ما تنتهي هذه الفترة، هذا الديلي راح يتكرر نفس الأوامر، نفس الأوامر راح تتكرر ولكن بالعكس، راح تتكرر عندنا الأمر ديجيتال رايت للديجيتال رايت للإل إي دي الأحمر وديجيتال رايت للإل إي دي الأخضر، بس الفرق أنه راح يكونون بالعكس، الإل إي دي الأحمر راح يكون لو والإل إي دي الأخضر راح يكون هاي. وبعدها راح يتنفذ أمر الديلي اللي هي الفترة اللي راح تبين بيها الـ LED الأحمر مطفى والـ LED الأخضر شغال، وهي نص ثانية. هسه نسينا شغلة وهي تحديد اتجاه البن رقم 12. مثل ما شوفون احنا حددنا اتجاه بن رقم 13 وهو Output، ولكن ما حددنا اتجاه البن رقم 12 لأن احنا مستخدمين بنات عدد 2 اللي هو 13 و 12، اثنيناتهم نحتاج انه نحدد اتجاههم، ما ننسى هذا الشيء. لهذا الشغلة جدا بسيطة، مجرد نكتب رقم البن مع الاتجاه باستخدام الأمر بن مود. أوكي، هسا نبدأ بالسيميوليشن. طبعا تعمدت أحط أخطاء حتى نتعلم نحل الأخطاء مالتنا بإيدنا. لما ننفذ مثل ما تشوفون تطلع عندنا الأخطاء. الأردوينو يعطيك مثل ما قلت تلميح عن الخطأ اللي أنت وقعت به حتى تقدر تحله بإيدك. نجي على أول خطأ، مجرد نقرأ نحن راح نفتهم شنو نوع الخطأ. يقول لك إنه البن مود was not declared in this scope، يعني أمر البن مود غير معرف. ليش غير معرف؟ هو نحن مثل ما متعرف عليه إنه هذا الأمر هو اسمه بن مود. أشنو الخطأ بهذا الأمر؟ الخطأ إنه أحد الأحرف كان المفروض يكون capital اللي هو حرف الـ M. هسا إذا نجي ننفذ المفروض يختفي هذا الخطأ. أوكي، هذا الخطأ الـ error اختفى. إيش بقى عندنا؟ يقول الـ error expected بين علامات اقتباس expected الفارزة المنقوطة، يعني كان يتوقع البرنامج متوقع فارزة منقوطة. إذا نحن نسينا فارزة منقوطة بأحد الأسطر، وين نسيناها هنا، مجرد نضيف الفارزة المنقوطة راح تختفي عندنا الـ error. أوكي، مثل ما تشوفون البرنامج شغال طبيعي. بالفترة الأولى يشتغل عندنا الـ LED رقم 1 ويطفأ الـ LED رقم 2 بنفس اللحظة، واحد شغال والآخر طافي. وبعد فترة زمنية الـ LED الأحمر راح يطفى ويشتغل الـ LED الأخضر بنفس اللحظة، وراح يبقى فترة زمنية. الآن بعد ما انتهينا من هذه الفكرة، أكو فكرة أخرى ممكن نطبقها على الليدات الاثنين، وهي فكرة الباينري كاونتر. مثل ما تعرفون الباينري كاونتر إذا كان يتكون من 2 ديجيت راح يعد كالآتي، راح يبدأ بصفر صفر ثم صفر واحد ثم واحد صفر ثم واحد واحد. أوكي، فممكن نشغل الليدات الاثنين مثل الباينري كاونتر، يعني بالبداية اثنين الليدات الاثنين يكونوا مطفئين، بعدها فترة يشتغل LED الأول في حين أنه LED الثاني مطفى، وبعدها بالعكس يشتغل الثاني ويطفى الأول، وبعدها اثنيناتهم يشتغلون. شلون ممكن نترجم الفكرة مالتنا إلى برمجة؟ جدا بسيطة، راح نترجمها مثل ما نحن نفكر بالفكرة مالتنا. يعني بالبداية الليدات الاثنين راح يكونوا مطفئين. أوكي، فبداية البرنامج
بداية البرنامج الليدات الريد والجرين راح يكونون لو. هذا أول حالة من الباينري كاونتر اللي هو صفر صفر. أوكي، بعدها نريد ننفذ حالة الصفر واحد. مثل ما تشوفون إن الحالة جاهزة، ما يحتاج نعدل عليها. ال LED الأحمر راح يكون صفر، وال LED الأخضر راح يكون واحد. بعدها نكرر نفس البرنامج copy paste. أوكي، نريد ال LED الأحمر يكون واحد وال LED الأخضر يكون صفر، ولهذا مجرد نعدل على الهاي واللو. أوكي، وبعدها نكرر نفس البرنامج. أوكي، نريد الليدات اثنيناتهم يكونون شغالين، فاثنيناتهم لازم يكونون هاي. أوكي، زين. الفترة الزمنية بين كل حالة من الكاونتر نريدها واحد ثانية، يعني ألف ملي سكند. أوكي، هسا ننفذ البرنامج. Unable to contact the code. ممكن طفى الانترنت عندنا. اوكي، الان ننفذ البرنامج. مثل ما تشوفون الباينري كاونتر شغال. بالبداية صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد ثم صفر صفر وهكذا، يكرر البرنامج نفسه. اوكي، زين. اذا حبينا نطور الفكرة اكثر ونشغل ثلاث LED-ات مثل الترافيك لايت، فراح نحتاج LED اخر مع مقاومة اخرى على هذا الشكل. اوكي، بسهولة. ونحتاج نسحب خط آخر من الأردوينو إلى الأنود للـ LED الثالث عبر المقاومة، ونأخذ طرف آخر من الكاثود إلى الجراوند. الكاثود مشترك للثلاث ليدات ومربوط الجراوند للأردوينو. أوكي، زين. شنو اللي راح نغير بالبرمجة؟ راح نجي على البرمجة ونترجم الفكرة مالتنا إلى برمجة. بالبداية مثلا نريد نشغل الإيدي الأحمر والبقية كلهم مطفئين، ثم يطفى الأحمر ويشتغل الأخضر لوحده فقط، وبعدها يطفأ ويشتغل الأصفر لوحده فقط، ويعيد البرنامج نفسه. أوكي، زين. لما نجي نترجم الفكرة مالتنا، بالبداية راح يكون الليد الأحمر شغال والبقية مطفئين. طبعا ما ننسى نحدد اتجاه البن رقم 11 انه يكون اوتبوت. مثل ما تشوفون استخدمنا البن رقم 11. زين، بالبداية ال LED الأحمر راح يكون شغال، وال LED الأخضر يكون مطفأ، وال LED الأصفر يكون مطفأ اللي هو على بن رقم 11. أوكي، زين. نمسح هذا البرنامج، ما له داعي. نكرر البرنامج مالتنا ثلاث مرات. أوكي، بهالحالة ال LED الأحمر راح يطفى وراح يعلق ال LED الأخضر بهالحالة بهالشكل، وبعدها يطفى الأخضر ويشتغل الأصفر بهالسهولة. هسا ننفذ البرنامج مالتنا. مثل ما تشوفون ممكن نترجم فكرة الترافيك لايت إلى برمجة أردوينو. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفادتم من هذه التجربة. أشوفكم في تجارب قادمة. مع السلامة.